بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. طلبتنا الأعزاء حياكم الله في درس جديد، واليوم عندنا التشابتر الرابع بشرح جديد لدورة الصوت المرحلة الثانية، وبهذه الدورات أيضا يوجد امتحانات. دائما يكون اكو امتحان، يوم امس كان اكو امتحان بقناتنا على تليجرام وكانت هنالك نتائج حلوه، وهواي طلاب غلطانين بالاسئله، لان انا اسئله جبتها جدا صعبه، جدا اسئله كانت صعبه مو سهله. فمبارك للطلبه اللي نجحوا، وان شاء الله الطلبه اللي ما توفقوا واللي اخطاوا يعوضون بالمحاضرات القادمه. طيب، بالفصل الرابع عندنا تعريف الكارتليج. Is the main part of structure of the larynx. It's the material that is similar to bone, but it's less hard. إذن تعريف الغضروف هو الجزء الرئيسي في اللارينx، وهو مشابه للعظام ولكنه أقل صلابة. طيب، عندنا ايضا ادمز ابل اللي هو تفاحة ادم. is the front part of the larynx، وهي الجزء الامامي من الحنجرة. تعريف ايضا مهم، ركز لي عليه واحفظه. glottis احنا ماخذينه اصلا قبل، vocal cords او vocal folds ايضا ماخذينه بالمحاضرات السابقة، راح تحتاجه هسه بهذا الفصل ايضا اذا تحب ترجع تقراهم، لان ايضا مهمات وتحتاجهم بالفصل الرابع. ننتقل الآن إلى شرح موضوع مهم جدا، وهو الـ positions of the vocal cords اللي هو مواضع الحبال الصوتية. بالنسبة لي الـ positions of the vocal cords اللي هي مواضع الحبال الصوتية، مواقفهم يعني أوضاعهم موضعهم يعني. طيب، فهنا طبعا ذن كلش مهمات. الحبال الصوتية لها أربع مواضع. الموضع الاول اللي هو الوايد ابارت، على نطاق واسع، يعني الحبال الصوتية تكون متباعدة من بعضها لبعض. من يقول لي بالمحاضرة السابقة احنا شبهنا الحبال الصوتية بشيء واحد، من يقول لي شنو؟ بالضبط، بالشباك. قلنا الحبال الصوتية تشبه الشباك. فهناش راح نسوي اليوم راح ناخذ حالات افتتاح الويندو، الشباك اللي هو الحبال الصوتية. فمن اقول وايد ابارت شنو معناها؟ معناها يعني بالضبط مثل ما الشباك الفرتين مالته مفتوحة تكون متباعدة من بعضها لبعض، يعني it's during the normal breathing and the pronunciation of the voiceless consonants اللي هي عند نطق اصوات الكونسوننت اللي هي الفويسلس الغير اهتزازيه اللي هي المفتوحه. يعني هاي الحاله تشبه الشباك المفتوح، الاوايد ابارت تشبه الشباك المفتوح. طيب، نجي اللي هي طيب طلبنا الاعزاء، الوايد ابارت شبيش راح يكون بي شو وقت يكون لما عندي نفس عادي، تنفس عادي، ولما يكون عندي فويسلس اصوات غير مهموسه. نجي على رقم 2، نارا جلوتس. شنو يعني نارا جلوتس؟ The situation when the air passes through the glottis when it's narrowed. The result will be the sound here. شنو يعني نارا جلوتس؟ اللي هو فتحتي الشباك راح تكون مقريبة من بعضها جدا. هاي نارا جلوتس. شنو يعني ضيق؟ يعني فتحة الشباك راح تكون ضيقة جدا، يعني فتحتي الفوكال كوردز راح تكون قريبة جدا، متباعدة شبه مغلقة. هذا نسموه نارا جلوتس، واللي هو ينطق في هذه الحالة صوت الها، ويشبه صوت القحة لما واحد يقح بكلام أو أي لغة يعني كانت. هاي هي الحالة الثانية، the situation when the air passes through the glottis when it's narrowed. The result will be the sound here. النتيجة ستكون صوت الها. الله أكبر، الله أكبر. زين،
بالنسبة لي السؤال بالامتحان ممكن أجيب لك the situation where the air passes through the clitoris when it's narrowed, the result will be the sound. أعطيك هذا الحكي وأعطيك اختيارات narrow, wide, vibrated, closed vocal cords. اختيارات يعني أعطيك التعريف و اسم عنوان التعريف يكون هو السؤال اختيار او ممكن اجيب لك اياهم بالعكس مثل ما جبت لكم بالامتحان السابق سؤال يمكن 90% غلطانين بيه مال الدفثونج يعني انا قلت لك the diphthong اصوات الدفثونج الاو زائد نشواء يوجد في كلمة باور انت مكيف قبل ما اي ما صحيح هذا انا قلت لك ديفثونج بس هو مو ديفثونج هو تريفثونج ركز شوية ركز جامع انت ديفثونج وشوا يا شو اسمه هذا صير تريفثونج بس انا كاتب ديفثونج هذا هو الخطأ يعني 90% من الطلاب غلطانين بهذا السؤال 90% عدل طيب هذا هي نارو جلوتس يعني ممكن بالنقطة الثانية اقول لك نارو جلوتس situation when there passes sound through when it's narrowed the result will be the sound which is voiced the glottal fricative يعني هذا تعريف كله ما غير لك بي بس بدال الفويسلس احط لك voiced بس هناك وطالب ما منتبه راح يطلع صح ما زول التعريف ايه مكيف عرف واحد اغير لك بالتعريف بس كلمة واحدة بس نص كلمة حرفيا يعني بس فانتبه زين قبل لا تجاوب رقم 3 vibrated vocal folds اهتزاز الحبال الصوتية situation when the internal edge of the vocal folds come very close to each other vibrated اللي هي الحالة الاهتزازية اللي هي قلنا مثل ما ذكرنا الحبال الصوتية تكون متقاربة ويكون اكو ضيق لذلك يكون اكو اهتزاز طيب الوايد ابارت هي الحالة اللي يكون بيها مفتوحة تماما النارو اللي تكون مغلقة ويكون اكو قحة شلون القحة هسه من القح هسه واحد مني قح هذا القحة هي صوت هذا الصوت يعني تقريبا شلون صوت لها هاي النارو جلوتس الفايبريتد اللي هي الحالة الاهتزازية اللي هي تكون عندما يخرج الأصوات المهموسة voiced consonant الأصوات المهموسة situation when the internal edge يعني طيات الحبال الصوتية يعني مثل ما أقول فردتي الشباك of the vocal folds come very close to each other تكون قريبة من بعضها تكون قريبة مو مغلقة very close مو معناها very مغلقة very من أقول لك very close بمعنى قريبة جدا مو معناها مغلقة شلون مثلا واحد يقول لك my close friend يعني صديق المقرب مو معناها صديق المغلق دير بالك كلمة close ترى معناها قريب انا اول ما شفتها مرة بالمرحلة الثانية عبالي مغلق فيقول my close friend شنو صديق المغلق شنو هو تشيز روب هو حتى مغلق شنو close friend لا مو close friend close friend مو معناها صديق مغلق معناها صديق مقرب فنام ان اقول very close يعني قريب جدا بلعيمه قام من يوجعني طبعا زين اكو طلاب يستاهلون هذا التعب والله العظيم والله تتعب وياهم تعب مو طبيعي بالله العظيم يعني من اشوف تعليقات واحد يقول لي استاذ والله العظيم انا طلعت كمال بالدور ثاني بالصوت وقريت على شرحك وتابعت ونجحت واحد يقول استاذ والله انا كل شيء ما افتهم من الجامعه لو ما انت انا ما انجح والله من اشوف هيك تعليق احس هذا التعب اللي انا تعبته شربت مي وشربته ولا ابي تعب والله ولكن يعني لما اشوف طالب يشوف فيديو ساعتين او ساعه كامله ويدور لي على خطا ويعلق لي بس بالخطا يقول استاذ انت خطأت بهذا ليش بابا انت منو قال لك انا عايش ببريطانيا لو بلندن منو قال لك احنا كنا طلاب ونخطأ ونصيب بعدني انا متعلم اخطأ واصيب انت تخطأ وتصيب
ما اريد امدح لك نفسي والله اعوذ بالله من كلمة اني، بس بالله عليكم يا طلاب، من الشخص اللي مهتم بيك ويسوي لك دورة بالعطلة ويقول لك تعال تعلم بدون مانية؟ بدون مانية والله يا اخوان، بدون مانية، الله لا يجعلها مانية، انتم اخواننا. واني والله من كنت بالمرحلة الثانية تمنيت واحد يتابعني ويسوي لي امتحانات، والحمد لله من كملت هذا الشيء اللي كنت اتمناه سويته للاخرين. دائما اذا تنطي اهتمامك للاخرين بالضبط. انا متخرجه من سنه 2010 وهسه رجعت لما لقيت تشرح الماده ردت ارجع اتذكر الماده اتذكر دراسه كل الهلبيت لان متعينه من 2012 انا وصل استاذ كل الهلبيت متعينه من 2012 وهاي السنين كليتها يعني اخذت كل المراحل الدراسيه ادرسها انا. نعم لقيت نفسي انه مواد الجامعه كلها نسيتها. صح كلام. يعني الحمد لله لقينا القناه مالتك يعني الله يبارك فيك كل الهلبيت زين لك الصحه والعافيه الله يبارك. هاي اذا تتكلم يعني صدق تستغل هاي الفرصه، يعني زمننا ما كانت حتى اكو ملزمات، بس اذكر اليافري وهم ما كانت يعني شرح بيها ذاك الشرح يعني بتشي هماتين مو مال واحد يشتري. أنا ما أتحدث لكم عن نفسي، يعني هاي الأخت هي اللي تكلمت. والله أنا والله ما أحب أخذ من وقتكم وأحكي لكم وأقول لكم أنا وأبرز لكم عضلات، والله أنا أحب هذا، أكره هذا النوع، ما أحب هذا النوع من البشر. بس والله يا أخوان والله العظيم أنتوا بنعمة، وأنتوا هاي فرصتكم والله ما تعوض والله العظيم. يعني أنا قبل فترة مريت بظرف انقطعت عن الطلاب لمدة أكثر من 6 أشهر، يعني بعدين فتحت دورات بعد 6 أشهر، يعني والله أدرس للوحدة بالليل، يعني أنا ما عندي حتى فلوس، ما أريد أقولهم يا أخوان والله ما أريد، ما أنا ما أدرس، أريد أرتاح، أريد أشوف أهلي. لا والله ما نقدر. واحد يخابرني أبوه أب كبير بالعمر ودق لي عن يعني والله ما عندي وقت. فيا أخوان هاي فرصة، يعني استغل هاي الفرصة يا أخوان، الله يرضى عليكم، استغلوها يا أبطال، استغلوها تعلموا. والله يا أخوان يعني صدقني الطالب وحده ما يقدر يقرا اذا ما تتابع وياك شخص او استاذ يسوي لك امتحانات ويتابعك، والله ما تقرا والله. زين على العموم هاي الفايبريتد فوكال كوردز، نجي هسه على كلوزد فوكال فوردز اللي هي حاله الحبال الصوتيه المغلقه. حاله الحبال الصوتيه المغلقه كلوزد فوكال فوردز، هنا بهاي الحالة when the vocal cords suddenly open، عندما تفتح الحبال الصوتية بشكل مفاجئ، they produce voiceless glottal plosive which is represented by the symbol اللي هو مثل علامة الاستفهام. أنا يعني أعتقد قبل شوية قلت لكم النقطة النرى مثل صوت القحة، لا طلاب عذرا أنا هذا خطأني، يعني هذا خطأ، هذا مو صحيح. الصوت القحة يكون بالكلوز فوكال كودز، مو صحيح هذا. هاي الحالة اللي تكون بها قحة، هاي الحالة مثل القحة لما نتقح قبل لا يطلع صوت القحة، هذه هي الإغلاق لما الحبال الصوتية تغلق تماما وماكو أي صوت يخرج، هذه هي الكلوز فوكال فوردز. هاي رقم 4. اما بالنرى الجلوتس فيكون اكو صوت الها. زين حيث خلينا اعيد لكم اياها من البدايه، الوايد ابارت اللي هي الحاله المتباعده واللي ما راح يكون اكو حبال صوتيه، ما راح يكون اكو اهتزاز للحبال الصوتيه. النرى اللي هي الحاله الضيقه ايضا واللي هي تكون عند نطق صوت الها، يعني شلون تميز هاي الحاله عند نطق صوت الها. رقم 3 vibrated vocal folds اللي هي لما تكون الحبال الصوتية مهتزة، وبهذه الحالة عند خروج أصوات الفويس اللي هي الأصوات المهموسة. والحالة الأخيرة اللي هي تغلق تماما ولا يمكن أن يخرج أي صوت، وهذا الحالة اللي هي تشبه صوت القحة من واحد يقح قبل خروج صوت القحة، هذه هي الإغلاق. هسه تقدر تجربها، ترمز بهذه العلامة تشبه علامة الاستفهام باللغة الإنجليزية. هذه هي vocal codes closed vocal folds، هذه 4 حالات. طيب نجي الى ايضا تعريف اخر وهو subglottal pressure، تعريف مهم.
is the pressure of air below the vocal folds. هو الضغط الذي يكون على يعني على الحبال الصوتية, وهو بالضبط مثل الهواء الذي يدفع الشباك. subglottal هو الهواء من يدفع الضغط اللي يكون على الهواء هو على الشباك, ونفسه خروج الهواء من vocal folds. وهذا خروج الصوت أو هذا خروج الهواء الضغط الذي يكون على الحبال الصوتية يعتمد على ثلاثة عوامل. هذا الضغط يعتمد على ثلاثة عوامل. العامل الأول وهو الانتنسيتي اللي هو شدة الصوت أو شدة الهواء, فريكوانسي اللي هو التردد واللي هو بمعنى اهتزاز تردد اهتزاز الحبال الصوتية, والكواليتي اللي هو الجودة اللي هو جودة الصوت. خلينا نتعرف عليهن واحدة واحدة. أول واحدة اللي هي الانتنسيتي. intensity can be defined as the rising, هذا تعريف مهم, rising or falling in speech force, هو ارتفاع أو انخفاض الصوت في الكلام. For example, على سبيل المثال, high intensity, الصوت العالي الذي يمتلك شدة عالية, high intensity for shouting, بالنسبة لي الصراخ. إذن الواحد لما يصرخ أساني الصوت مالتي عالي مرتفع صوت قوي, هذا بي high intensity, شدة مالتي قوية. ليش؟ لأن صوت مرتفع. and low intensity, وتكون الشدة قليلة بالنسبة للكلام العادي. خلينا أسوي لكم low intensity. إذن طلابنا الأعزاء حياكم الله, ها هي شرح موضوع الانتنسيتي. مثل ما تشوفوا انتنسيتي معناها الشدة. هذا شنو؟ هذا هسه اللي قاعد احكي لكم به, هذا هو نورمال سبيتش. لو انتنسيتي يعني الكثافة مالته تكون قليلة او الشدة مالته تكون قليلة. هسه هذا كلامي قاعد احكي لو انتنسيتي. طيب ما نعزتوا زين. هسه نجي على الهاي انتنسيتي. هسه انا قاعد احكي لك بهاي انتنسيتي بصوت بانتنسيتي عالي, لانه انا قاعد احكي بصوت عالي وبصوت مرتفع. خلصنا من الانتنسيتي, وخلينا نحكي عن الفريكوانسي اللي هي التردد. الفريكوانسي is known as rapidity, يعني السرعه, for the vibration, للحبال الصوتية, for the vocal cords, بالنسبة للحبال الصوتية. يقول لك if the vocal folds vibrate rapidly, إذا اهتزت بشكل سريع, the voicing is high frequency. إذا الصوت شلون يكون التردد مالته عالي؟ لما يكون سريع, لما يكون عندك اهتزاز قوي. شو وقت يكون عندك اهتزاز قوي؟ لما يكون عندك دائما اهتزاز سريع. هسا انا حاليا من قاعد احكي كلام سريع شويه, كلمه ورا كلمه بدون مجال, هذا هي يعني نقدر نقول الفريكوانسي مالتي هاي. اذا هسا موجود عندي هاي فريكوانسي, يعني فريكوانسي قويه, وبنفس الوقت هسا انا عندي هاي انتنسيتي, كثافه او شده قويه, لان انا قاعد احكي بصوت عالي. اذا الان سوف أتكلم معكم في اللغة العربية الفصحى, لأني أريد أن أوضح لكم الاهتزاز عندما يكون بنسبة بطيئة أو بنسبة منخفضة. واعذروني لأني لست جيدا بما فيه الكفاية في اللغة العربية, فسامحوني إن أخطأت. فعندما تكون الحبال الصوتية ذات كثافة قليلة, سنقول الآن بأن الفريكوانسي ما استغفر الله, هذا عربي وفصحى. الفريكوانسي سوف نعتبر التردد قليل إذا كانت حركة الحبال الصوتية, اهتزاز الحبال الصوتية, فتح وأغلاق الحبال الصوتية عندما يكون قليل, إذن الفريكوانسي مالتي قليلة. من يكون شوية سريع الكلام سوف نقول على الفريكوانسي بأنها عالية النسبة. طيب
اذا خلصنا من الفريكوانسي والان ننتقل الى الكواليتي. الان رقم 3 هي الكواليتي. طيب شنو يعني الكواليتي؟ يعني الجودة، يعني جودة الكلام، يعني اكو صوت خشن، صوت ناعم، يعني والى اخره. Is the ability to produce different sound voices أصوات as harsh يعني صوت خشن مثلاً، أو يكون صوت ناعم أو صوت، يعني هذه الكواليتي أيضا لها تأثير بضغط الهواء على الحبال الصوتية. يعني مثلا لما نشوف لك شخص يعني يجوز هو يعني بحكم عمله مثلا سايق تاكسي، كل الحب والاحترام لسواق التاكسي، يكون شويه ملتقي باشخاص يعني بالطريق، فلازم يكون صوته خشن. يعني ما يصير سايق التاكسي مثلا يقول له بدون امر عليك اذا بها مجال يعني شويه اطلع قدام لانه اريد اركن السياره هنا، اذا يقول هيجي هذا سايق التاكسي فحتى سيارته يبوقونها من عنده وكل شيء ما يحصل زين. كذلك ضابط الشرطة لازم يكون صوته خشن ناعم، وهذا التنوع أيضا يعني هو يغير بنسبة دخول الهواء وإلى آخره بالحبال الصوتية. طبعا أنتم كأساتذة إن شاء الله والأخوان المدرسين اللي هسه حاضرين ويانا يعرفون هذا الشيء، كأستاذ لازم يكون صوته قوي صراحة. أنا برأيي الشخصي الأستاذ لازم يكون صوته قوي. شنو مشكلة الأساتذة بالجامعات؟ ما يعرفون؟ أقسم بالله أقوى من عندي الأساتذة بالجامعات، أشطر مني وأقوى مني بألف مرة، مو مرة. أنا طالب متعلم من عندهم، أنا مو أستاذ ولا دكتور ولا أعتبر نفسي أني فد جامعة عالمية، أو أنا إنسان عادي حالي حالكم بسيط جداً. الفكرة انه انا احب المادة اللغة الانجليزية وقرأت وحضرتهن وتعبت على نفسي بهن، صارت عندي معلومات جيدة وحبيت انقلها لكم للاستفادة. ولكن شنو مشكلة استاذ الجامعة؟ مشكلة استاذ الجامعة شلون يشرح لك؟ يشرح لك شنو؟ So hello students, today we are going to explain subglottal pressure. This is very important, so please study this definition. And so let's go to the board and explain subglottal pressure. We have intensity, so intensity it means too high, too high intensity it means for shouting, and if you speak with low intensity it means that you are speaking a normal speech, so intensity. And you have also frequency وحكاها كلها حكي، لا يعرف الطالب السؤال لا يعرف الجواب، وهنا الطالب يعني راح يعني يدوخ ما يعرف شي يسوي. نقل الكلام هو المهم، ويعني لازم صوتك يكون قوي. يقول لك علماء الاحتباس الحراري دائما ما ينجحون بلقائهم الخطابي، شلون يقولون شلون يسولفون، او مبرات بعض يعني ما اريد اقول شيخ جامع او يعني فلان، وانما راح اقول بعض الفلاسفه خلينا نقول، او بعض الاشخاص الكبار بالعمر لما يلقون خطاب شلون يحجون. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله، واليوم ان شاء الله راح نحكي عن كذا موضوع، فانتبهوا علينا وان شاء الله ركزوا وياي. مثل ما تعرفون ونمر بأزمة احنا صحية، ورجاء ان الكل يوقف ويانا واحنا نريد نتعاون. يعني هذا كلام، هذا القاء، وين طريقة التدريس؟ وين اسلوب الجميل اللي تجذب الطالب؟ ترفع صوتك تخفضه؟ شون راح تخلي الطالب ينتبه وياك، او الشخص المتلقي يلتقي الكلام من عندك بشكل صحيح اذا كان كلامك بهذا الشكل؟ يعني انا مو بس ادرسك صوت ان شاء الله، انا اريد انقل لك معلومه مهمه جدا. انت كاستاذ او كطالب لازم تعرف شو وقت ترفع الصوت، شو وقت تخفض صوتك، شو وقت تضحك، لازم هذه الامور تخليها ببالك يا اخوان زين. على العموم استاذ احنا شو اسمه جامعتنا يعني
خلونا نكمل. عندنا ايضا تعريف البلوسيف او الستوب. نفس ان الستوب كونسوننت اللي اخذناهن بالمرحله الاولى، هنا شويه صار عندهم مفرده سموه اسم اخر هو البلوسيفز او الستوب. تعريفها is a consonant sound resulted from a complete culture of two articulators which allow no air to escape from the vocal tract. تعريف مهم جدا. هو صوت ساكن، يعني صوت مو علة consonant. كيف ينتج؟ ينتج من خلال إغلاق لعضوين من أعضاء النطق، وأن وكأنه هنالك إغلاق، هنالك يعني مرحلة أساسية هي مرحلة إغلاق الصوت ثم انفجار الصوت، توقف ثم انفجار. احنا ليش سميناه ستوب؟ لأن اكو توقف ت د، اكو توقف. بعدين ليش سميناه بلوسيف انفجاري؟ لأن اكو بي انفجار، وكأن الصوت ينفجر د، اكو انفجار ك ج، اكو انفجار، لذلك سميناه بلوسيف. بالله عليكم كم شخص كان ما يعرف ليش مسمينه ستوب بلوزيف او ستوب؟ كم واحد هسه حاليا توه يلا عرف هالمعلومه؟ يعني هسه اللي حكوا ثلاث طلاب اربعه قالوا احنا تونا الله يعرفنا بانه مسمينه بلوزيف لانه بي انفجار، وستوب لانه بي توقف. هذا اول مره يعرفونه يعني. خير يعني طالب يقرا ستوب. انا عارف اني محتاج ان هذا الشيء اكيد موجود، يعني موجود هذا الشيء، وانا شارحه على يوتيوب اكثر من مره. مفروض الاستاذ اللي بالجامعه اكيد يوضحه. اكيد اكو اساتذه راقين نتعلم من عندهم، واكيد اكو اساتذه يعني مستوى عالي هو قاعد يشرح على مستوى، فاكيد هذا يعني احتمال ما ينقل الفكره. هو مو سيء، لا هو رجل محترم، ولكن هذا هو يعني الاسلوبه وطريقته، يعني يبقى هو استاذ. طيب دكتور، يعني اكو اختلاف بين البلوسيف والستوب؟ لا لا هي نفسها، بس احنا سميناها توقفيات لانهن بيهن توقف، واما بلوسيف لانهن بيهن انفجار. مثل ما واحد عشيرته جبوري عراقي، يا بي ليش سميناك جبوري انت؟ لانك من عشيرة الجبور. طيب ليش سميناك عراقي؟ لانك انت اصلا عراقي من العراق. فكل واحد وله صفتين، هاي هي الفكرة. الصراحة اول مرة المعلومة. تسمعون ان شاء الله بهواي معلومات. English has six plosives. اللغة الانجليزية عندها ستة اصوات انفجارية او توقفية. طيب اكو نقطة مهمة جدا، عندنا أربع مراحل لخروج الأصوات، لخروج الصوت. عندنا المرحلة الأولى هي الكلوزينج فيز، اللي هي أول مرحلة من مراحل نطق أصوات التوقفية، واللي هي it is the first phase when the two speech articulators from the culture for the culture for the plosive. إذن بهاي المرحلة راح يتم تكوين إحنا نقول الصوت، تكوين الصوت بالبدايه. نقول ت، طبعا هاي مرحله طلاب، هاي المراحل سريعه جدا 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 سريعه، يعني انت ما تحس بيها هسه، ما تحس بيها يعني، بس بالمجهر وفحوصات مختبرات اكتشفوها. فاذا المرحله الاولى عند نطق الاصوات التوقفيه هي مرحله الكلوزنج فيز. المرحله الثانيه هي الكامبريجن فيز، اللي هي مرحلة الانضغاط، كمبرس. ما سامعين يقول لك كمبرس يعني ضغط، كمبريسر. ما سامعين كمبريسر؟ هم تعرفون كمبريسر؟ هسه اصعد على العمارة وانتحر اذا تقولوا لي ما اعرفها. كمبريسر، ما سامعين بكمبريسر؟ يعني ما ضغط هيك. طيب حلو. اذا المرحلة الثانية اللي هي كمبرسنج، ضغط. شنو الضغط؟ يعني مرحلة توقف الهواء من اي صوت. البداية تكوين، بعدين انضغاط، ينضغط الهواء. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الانفجار او مرحلة الاطلاق الصوت، ريليز فيز. طيب وبهاي الحالة when the closed articulator are opened، من اعضاء النطق اللي هي كانت غالقة لهذا الصوت راح تفتح.
والمرحلة الرابعة هي المرحلة التي ترجع فيها أعضاء النطق إلى ما كانت أو تأخذ الصوت الذي يأتي بعده. يعني تنتهي مرحلة الإنهاء، مرحلة إنهاء الصوت التوقفي. إذن المرحلة إذن الأصوات التوقفية تمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى والتي تسمى بالكلوزينج فيز وهي مرحلة تكوين الصوت، والمرحلة الثانية هي مرحلة الكمبريشن فيز واللي هي مرحلة الضغط واللي راح يتوقف الصوت بها عن والهواء عن الخروج. ثم بعد ذلك تأتي الكلوزينج فيز وهي مرحلة الإغلاق، عفوا وهي مرحلة عذرا، بعدها مرحلة الريليز فيز المرحلة الثالثة حيث تكون هنالك خروج أو انفجار للصوت التوقفي، وبعدها تأتي المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الختامية التي من خلالها سوف يغلق الصوت تماما عن النطق، وهو يعني صوت التوقفي راح ينتهي ويبدي أعضاء النطق بتكوين الشكل الذي ترغب بنطقه للصوت الثاني. هذه العملية سريعة جدا ولا يمكنكم الشعور بها إطلاقا، ولكن يعني يجب أن تقرأوها يعني. طيب ننتقل الآن إلى تعريف مهم جدا وهو الـ Pre-Force Clipping وهي مرحلة القطع Shortening Effect، وهو هي حالة تقصير أصوات العلة التي تأتي مع الـ P والـ K، والتي خصوصا ويا اللونج والديفثونج. لما يجيني صوت اللونج او لما يجيني صوت الديفثونج ويا اصوات البا والتا والكا راح يكون عندي بهاي الحاله يعني نقص لي او قله لصوت الديفثونج او صوت اللونج بسبب هذا الصوت، بسبب البا والتا والكا. طيب تعريف مهم جدا وقراه ركز لي عليه. نجي اخر شيء الى السترونج ساونس هي نفسها او الويك ساونس اللي هي الاصوات القويه والاصوات الضعيفه. الاصوات القويه هي الاصوات التي تحتاج الى جهد قوي لنطقها، والاصوات الضعيفه هي التي تحتاج الى جهد قليل لنطقها. If you remember we have already said in the previous chapters, ذكرنا بالشابترات السابقة that we have to know what's meant by long vowel. By long consonants, صوات الطويلة. And short consonant اللي هي الأصوات القصيرة. And we have also talked about vocal cords. تحدثنا أيضا عن الـ vocal cords and we said وقلنا that if the vocal cords are open عندما تفتح الحبال الصوتية there is no vibration، لا يوجد هنالك اهتزاز، مو صح هذا الكلام مو قلنا؟ تبول على هذا الكلام اللي راح أذكره لأن جدا مهم. زين عفوا خوش حكي، ما عنده اهتزاز خوش. اذا كانت الحبال الصوتية مفتوحة او اذا كانت متقاربة من بعضها لبعض، اذا كانت متقاربة جدا هل عنده اهتزاز؟ نعم حلو زين. اذا عنده اهتزاز الصوت اللي راح يخرج برأيكم قصير ام طويل؟ هو اكو اهتزاز اكو اعاقه قصير لا قصير نعم. اذا الصوت اللي راح يخرج من من تكون الفوكال كوردز مفتوحه او من تكون مغلقه عفوا متقاربه الصوت راح يكون شورت قصير. ليش؟ لان اكو اعاقه اكو اهتزاز ونفسه راح يكون ضعيف. اذا شنو يعني ضعيف؟ شنو يعني weak consonant؟ weak consonant معناها الحبال الصوتية تكون قريبة من بعضها لبعض.
لذلك راح يكون اهتزاز وراح يكون الصوت قصير وراح يكون الصوت ضعيف. شوف شلون شلون. نعم الاصوات الضعيفه شلون تكون ضعيفه؟ شلون تكون ضعيفه؟ لما الحبال الصوتيه تكون قريبه من بعضها لبعض. من تكون قريبه يكون عندك اهتزاز، يعني عندك ضيق. من يكون عندك اهتزاز ويكون عندك ضيق، هذا الصوت ايش راح يصير؟ راح يصير ضعيف، ما يصير قوي، لان يعني عنده اهتزاز. السترونج القويه الحبال الصوتيه راح تكون مفتوحه، لذلك الصوت راح يخرج، فهو يخرج بقوته، يكون طويل ويكون قوي ويكون بدون اهتزاز. بالضبط واحد طالع من بغداد رايح للحله، واكو سيطره. لما يكون سترونج قوي ما عنده سيطره، يطلع قبل بدون توقف، لذلك يكون طويل ويكون قوي ويكون بدون اهتزاز. ليش؟ لانه دخل بدون سيطره. بس لما تكون عندك سيطره يعني اهتزاز للحبال الصوتيه، الصوت ما راح يكون قوي، راح يكون قصير ويكون ضعيف ويكون اكو اهتزاز، يعني اكو عرقله. هذا هو الاصوات القويه والاصوات الضعيفه. احسن من هذا التشبيه والشرح بعد ما تلقيه. لذلك اذا ما فهمت ارجع شوف الفيديو على اليوتيوب، لان مثل الشرح ما راح تلقيه.